شهدت العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة فعاليات نهائي الموسم الثاني لمسابقة رالي السيارات الكهربائية تحت رعاية مجلس الوزراء المصري وبمشاركة عدد من الجامعات. ويهدف رالي السيارات إلى تعظيم الاستفادة من خريجي كليات الهندسة في مجالات تصميم وتصنيع وصيانة وتشغيل السيارات الكهربائية للنهوض بهذه الصناعة في مصر ومواكبة التطور التكنولوجي. التصفية النهائية للموسم الثاني شهدت وصول 15 جامعة قدم طلابها عددا من السيارات المصرية الصنع. ماذا حدث في هذا السباق وما حجم الابتكارات التي قدمها الطلاب؟ رح نتعرف أكيد مع ضيفتنا شيماء عوض الله مدير برنامج رالي السيارات الكهربائية بأكاديمية البحث العلمي. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. صباح الخير شيماء، كيفك؟ الحمد لله، نورتينا في يوم جديد. هلأ احنا بدنا نتكلم عن يعني نهائي الموسم الثاني لمسابقة رالي السيارات الكهربائية. قد ايه ساهم الموسم الثاني في الكشف عن قدرات الابتكار والاستكشاف لدى يعني طلاب او خريجي الهندسه؟ الاول هو الرالي، ان احنا كنا بنشجع الشباب او هدفه الاساسي ان انا بشجع الشباب ان هم يبداوا يصنعوا سياره كهربائيه بايديهم في جو حماسي. ما فيش احسن من ان انا اعمل لهم سباق عشان يبداوا يتحمسوا ان هم يعملوا كده. الرالي بتاع السيارات كان لازم بيشجعهم على كذا مستوى ان هم يعملوا ده. اولا تصميم السياره نفسها، تصنيعها بايديهم، تركيبها. الحاجه الثانيه ودي الاهم، ان هم لازم يوصلوا لكذا مستوى في السياره ان هم يحققوا بالهدف. مين اكتر سياره فيهم هتقدر توفر الطاقه على مدار الريس نفسه او على مدار الرالي؟ مين اكتر سياره البودي بتاعها شكله وتصميمه لطيف حلو بالظبط كده؟ مين فيهم السرعه، التوازن، الوزن الخفيف بتاع السياره؟ فكل دي حاجات هم كانوا بيشتغلوا عليها. وطبعا عشان يشتغلوا عليها كتيم برضك ده بالنسبه لهم حاجه كويسه، ان هم يبقوا تيم من 15 ل 20 واحد، كلهم كل واحد فيهم بيشتغل على حاجه معينه عشان يطلعوا السياره. ده طبعا ده كان شيء هايل. قبل ما نرجع نفوت شيماء يمكن بتفاصيل الرالي، بس خبرينا شوي عن ال 15 فريق يلي وصلوا، مين هن؟ كيف الترتيب اجى تبعولهم بالنهائي؟ احنا في الاول بنعمل الاعلان تقريبا في شهر فبراير. نعم. اتقدم حوالي 31 جامعه. حلو. دخلوا زي تدريب جماعي، هم ال 31 جامعه كانوا اكتر من 400 طالب تقريبا. بعد كده بعديها بنطلب منهم ان هم يبداوا يعملوا تصميم للسياره. بناء على التصميم بتاع السياره هنبدا نعمل الفلتريشن بتاع ال 15 جامعه. ال 15 جامعه لو عايزهم بقى بالتفصيل، كانوا جامعه عين شمس، جامعه المنوفيه، جامعه الزقازيق، جامعه المنصوره، جامعه جنوب الوادي، جامعه المنوفيه، الجامعه البريطانيه، جامعه النيل، مدينه زويل. اتمنى ما اكونش نسيت حد. كليه الفنون العسكريه، خلينا نتكلم عن المصريه. اول خمسه يمكن بالترتيب كيف اجوا؟ بص، هما مش اول خمسه، احنا هنقول كان في تسع فرق. دول كانوا اول تسعه. مش اول تسعه، تسع فرق دول كانوا تسع فرق قدام. أوكي. في الموسم الاول. نعم. فطبعا كان عندهم سيارات اوريدي، كنا احنا برضك مصنعينها معاهم في الموسم الاول. وشاركوا في الموسم الثاني. وشاركوا في الموسم الثاني بس بشرط ان هم يعدلوا من السيارات، يعلوها. اديتهم فرصه. بالزبط. يعني فرصه حلوه. بالظبط كده، ان انتوا علوا السيارات وفي نفس الوقت انا هاخد معاكم ست فرق ثانيه جديده تشتغل معاكم ايه في الموضوع ده، بما اني انا اوريدي عندي اكسترا فاند للست فرق. فانا مش هقدر اقول مين اول خمسه فيهم لان هم كلهم تقريبا كانوا بنفس المستوى. مش بنفس المستوى، بس تقرير التصاميم بتاعتهم دي بتبقى تقرير زي فنيه، بس كلهم بيخشوا التقييم وكلهم بينجحوا. طالما ان هم نجحوا بنسبه فوق 60% بالنسبه لي هم ناجحين. طب وقيمه الجوائز بقى فيها ايه؟ الجوائز بقى الاولى اللي هي في الرالي بعد السباق اللي هم الثلاثه، اول جائزه كانت 500,000، ثاني جائزه 250,000، ثالث جائزه 125,000. اول جائزه خدها معهد العالي للهندسه ده في العاشر من رمضان، ثاني جائزه خدتها الجامعه الروسيه المصريه، ثالث جائزه خدتها جامعه الزقازيق اللي هي 125,000. طيب هنتكلم يا شيماء عن مكونات السيارات الداخليه، يعني 60% من مكونات السيارات المصنعه فعليا من تصنيع مصري. بالظبط كده. كلمينا عن المراحل، مراحل التصنيع نفسها، كيف كانت الكواليس نفسها؟ بصي، هي مراحل التصنيع زي ما انت قلتي 60% تقريبا هي تصنيع مصري. هم بيعملوها يا اما في ورش الجامعات الخاصه بيهم، يا اما جامعه عين شمس اللي هي الجهه المنفذه للرالي،
كانت بتستضيفهم في الورشة بتاعتهم، وكانوا بيبدأوا بيصنعوا الحاجات دي. بيصنعوا ازاي؟ بناء على تصميم، وبعد كده بيبدأوا يقيسوا المعايير بتاعت الأمان. المعايير، شو الجديد ما بين معايير السنة اللي فاتت والسنة دي؟ بصي، هو لازم تكون، انا ما اعرفش بالظبط التفاصيل بتاعت الدايمنشنز بتاعت العربيه، بس هي لازم تكون ليها ارتفاع معين، لازم يكون ليها حاجه معينه، لازم يكون ليها وزن. شفت شويه في الرالي وهم بيقيسوها، ان هم طبعا البريكس او الفرامل تكون معاهم مظبوطه، التوازن بتاع العربيه يكون مظبوط في الملفات، لان العربيه نفسها حجمها صغير جدا، ممكن وزنها يوصل ل 12 كيلو جرام بس. طب شيماء، كيف فيكم يمكن او من خلال هيدا الرالي يمكن تساهموا بانه الشباب اليوم يصيروا عندهم ابتكارات اكثر، يقدروا السيارات يلي كمان هن صمموها تنزل بالاسواق؟ يعني شو الهدف من وراء هيدا الرالي؟ كيف اليوم بدك تقول للعالم انه انتم الشيء اللي عم تعملوه كان ايجابي لكل الاشخاص ولكل الفئات؟ احنا دلوقتي لو قلنا ان احنا ضربنا تقريبا 15 فريق ان هم فعلا يعملوا عربياتهم، وكل فريق تقريبا 20 واحد فيهم. احنا الهدف بصراحه هو برنامج اكبر من كده، برنامج اكبر من الرالي، هو برنامج تصميم وتصنيع سياره مصريه. حلو. فالرالي مجرد برنامج فيه هو اعداد الكوادر، لكن في برنامج تاني ان احنا نعمل تحالف لتصميم وتصنيع سياره ركوب مش سياره سباق. اللي احنا بنعمله ان احنا بنعمل كوادر مهندسين. كوادر المهندسين دول اما يطلعوا بيعرفوا ازاي يصنعوا، ازاي يركبوا، ازاي يعرفوا الميكانيكا، كل الكلام ده بعد كده اما بيتخرجوا بيقدروا ان هم يتوجهوا في الشغل بتاعهم، ان هم خلاص اوريدي عندهم خبره كويسه عمليه مش بس نظريه، ان هم فعلا نحن هلا عم نشوف بعض السيارات على الشاشه. صراحه شكلها حلو كثير، شكلهم صغير، يعني كل سياره يمكن بيسع فيها شخص واحد، حلوة هيدي السيارة لونها أحمر. يعني هاي السيارات اللي قدموها طلاب الجامعات ممكن إنه يتم يعني تقديم سيارات أو تسهم كمان هذه العملية في إنها تطوير صناعة السيارات في السوق المصري؟ بالضبط كده، لأن أنت بتعملي كوادر، بتعملي إعداد كوادر شابة للمستقبل، للمدى الطويل، إن هم خلاص بقى عندهم خبرة. وفي نفس الوقت شغاله في برنامج تاني ان انت فعلا تصممي وتصنعي سياره على مستوى اعلى من كده، بس تكون سياره ركوب. هل راح تكون موجوده بالاسواق قريب يا شيماء؟ والله احنا لسه في مرحله ان احنا بنعمل التحالف، بس ان شاء الله باذن الله هتكون في حاجه على الاقل مكون محلي، مكون مصري اعلى من اللي موجود دلوقتي في السوق. السيارات كمان يعني اللي عم بيصنعوها هي صديقه للبيئه، صحيح؟ فقد ايه يمكن كمان انتم بتشجعوا انه مش بس اليوم يكون في ابتكارات خاصه بالسيارات وانه يكون في سياره مصريه، ولكن ايضا كمان عم تساهموا ب يعني بيئه تكون انظف. بالضبط، بيئه نظيفه موفره للطاقه، تمام، تكون اقتصاديه، ما تكونش برضك ان انت بتاخد حاجه غاليه. الحاجه الثانيه انها اكيد هتوفر فرص عمل، هتوجد سوق للعمل اكتر في المجتمع المصري، لان انت لما تعمل سياره كهربائيه تبدا تعمل محطات كهربائيه، هتبدا تعمل صيانه للسيارات الكهربائيه، هتعمل حاجات كتير، هتبدا تعمل سوق بحاله للسياره الكهربائيه. طيب شيماء، انتوا تواصلتوا مع شركات او مؤسسات لحتى تدعم الشباب اللي هم قدموا السيارات الموجوده برالي؟ طبعا احنا هنا في عدد من فعلا في عدد من الشركات دعمت الرالي. الشركات دي حتى قدمت جوائز وعملت مسابقات غير المسابقه بتاعت الاكاديميه نفسها او غير الجوائز بتاعت الاكاديميه اللي قدمتها. الشركات دي قدمت لهم جوائز تانية، في جوائز منها كان جوائز بيزنس. ان انت ازاي عملت سياره، طب ازاي تعرف تسوق للسياره بتاعتك، ازاي تعمل عليها اللي هو الماركتينج نفسه. بالظبط، ازاي ان انا لما احب اقول لك ان انت اشتغل معايا بيزنس على السياره دي، تمام. فبداوا يعملوا زي تجربه ان هم ازاي يسوقوا للسياره بتاعتهم، وهي دي كانت مسابقتهم. وفعلا في ثلاث فرق فازت بالجوائز اللي اسمها جوائز رياده الاعمال او جوائز البيزنس بتاعت الشركه دي، ودي شركه يعني هيدا كان الموسم الثاني للرالي. بنتمنى لكم انه يكون في مواسم بعد انجح، وكل سنه يمكن تقدموا لنا. الشباب عندها هدف بالحياه، وشباب عندها اراده، وبتحب يمكن كمان مش بس تخدم شخصها، هي تخدم البلد والجمهوريه المصريه كلها. شكرا لك شيماء، وبنتمنى لكم كل التوفيق. كنت معنا شيماء عوض الله، مدير برنامج رالي السيارات الكهربائيه باكاديميات البحث العلمي. اهلا وسهلا شيماء، نورتينا. شكرا كثير، متشكره.